بصرنا نستضيف اعلاميه مخضرمه لها باع طويل بالمجال الاعلامي بفروعه الثلاثه، المرئي المسموع والمكتوب، وصولا الى التدريب الاعلامي والخاص. بدات عملها في الصحافه المكتوبه، ثم انتقلت الى العمل الاذاعي الذي واكب ايضا عملها في التلفزيون. وقبل ان تنتقل الى قناه دبي الفضائيه، حصلت في لبنان على جائزة أفضل مذيع للعام 96. الإعلامية فاتن عزام، أهلا وسهلا فيك، نورتينا. مرسي، الله يخليكم يا رب. مدام فاتن، حضرتك إعلامية من حوالي 30 سنة، قديش بتحسي أنه مسيرتك بالإعلام كانت مثمرة؟ وشو الأكثر شيء بعده معلم بذاكرتك؟ هيدا الشعور إذا كان مثمر أم لا، هيدا شعور تتيقني من خلال تواصلك مع الناس سواء كان إيجابا أو سلبا. وبالمحصلة بعتبر أنه كانت فترة زمنية أستطيع القول أنه كانت مثمرة إن شاء الله. شو ترك بذهني سألتي؟ شو الأكثر شيء بعده معلم بذاكرتك؟ وشو هي البصمة اللي تركتيها وبعدك فخورة فيها؟ اللي معلم بذاكرتي يعني تجارب عديدة، سواء بالمسموع أو بالمرئي أو حتى بالمكتوب. نعم. فالميدان واسع بكل جانب، في بصمة ما وفي تاريخ يعني ما فينا نتجاوزه. أنا بيحضرني هون أني بتذكر تماماً وبحب كتير شغلي الأول، دايماً الشغل الأول مثل الحبيب الأول يلي بيكون له وقع خاص. شغلي الأول كان إذاعة كشغل جوهري يعني حقيقي. الإذاعة هيدا المنبر اللي بتحسي فيه أنه نجاحك أو عدمه ما بتعرفي، ما بتلمسي، لأنه مجرد ظهور واحد على التلفزيون يساوي كل سنوات العمل الإذاعي. فالمقياس هون ما بتكون بإيدك، بس بتكوني عم تشتغلي بشكل دؤوب وعلى مضمونك وعلى صوتك ولغتك، بيتركوا يبدو أثرا طيبا لدى الناس، وبالتالي هن الباسبور العبور لإلك إلى محطات تانية. نعم. مدام فاتن، ببلاد الغرب منلاقي الإعلامي أو الإعلامية بس يتقدموا بالعمر بيضل لهم مكانة وجود على الشاشات. نعم. أما ببلادنا العربية بس يكبر الإعلامي أو الإعلامية بيستبعدوهم وبيوظفوا شباب محلهم للأسف. شو رأيك بهالموضوع؟ يعني رأيك أنه مهنة الأعلام ما إلها وفاء؟ أنا ما فيني أقول هيك ما إلها وفاء، لأني بكون عم بسيء للجمهور يلي هو وفي بمعايير معينة. نعم. لكن هون الأمر يقف، والمسؤول عنه بشكل خاص. نعم. هو القيمين على المؤسسات الإعلامية اللي بيتمتعوا بمنظار ضيق للأسف للغاية، أنهم يعتبروا هذا الشخص اللي قضى سنوات طويلة بعمله وبتجربته وخبرته وبالتالي معرفته، المهم أن يكون الإعلامي عنده معرفة، عنده ثقافة، ولكن المعرفة أكثر شمولية. هيدا الإنسان أكيد بده يكون مرق عليه زمن. مش مع احترامي للجيل الشاب، أنا أشجع الجيل الشاب وبالتالي بحرص على تنمية مواهبهم، إلا أنه هيدا لا ينفي ذاك. انك تستبدلي مذيع مخضرم او اعلامي مخضرم بمذيع شاب لسه عم يدبدب مثل البيبيز على العمل على العمل التلفزيوني او الاذاعي،
هيدا في ظلم الحقيقة. هون يمكن صرت قايلتها أكتر من مرة إنه بالغرب تحديدا، مرة كنت بلندن نعم وفي مذيعة تلفزيونية بتعمل جود مورنينج لندن، كان عمرها فوق الستين، وهي قالت إنه خلاص بدها تنصرف للعيش مع أحفادها وتعيش باقي عمرها مع هالمهمة الإنسانية، إلا إنه قدمت استقالتها من التلفزيون. صباحا شاهدت بعيني من شباك غرفة الأوتيل تظاهرة ماشية إنه نحن بما معناه ما صباحنا ما بيبلش إذا أنت مش موجودة. هيدا منتهى الوفاء لشخص بهالعمر يلملم هالمحبة من الناس وتكون هي اللي حاملته نحو مجالات أرحب وأوسع وأضمن. نحن العكس تماما، بينظروا للأمر إنه هيدا المذيع كبر، وكأنه له عمر محدد المذيع، إنه مذيع كبر يلا منشيله منجيب حدا مذيع أصغر صغير. بأقل سن. لا لا هيك ولا عكسه، يعني كل ما المذيع هو حاضر ذهنيا وعم يتطور مع نمو الخبرة عقله لها حقها. وخبرته نعم. وبيقدر يفيد الآخرين من حوله، ليش استبعاده يعني؟ طالما قادر يعطي أكيد. ست فاتن، حضرتك صار لك فترة عم تشتغلي بالتدريب الإعلامي، نعم. خبرينا شوي عن هالتجربة. بدي أسألك إليك. أنا كان إلي الشرف إني أكون إحدى المتدربات عند حضرتك. وأنا لي الشرف إني أكون معك بأول حلقة، وبيسعدني وبتمنى إنه لإلك دوام هذا شرف النجاح كبير إلي أكيد. حبيبتي، دوام النجاح، ويا رب يحمل لك كل الأيام الحلوة هالعمل التلفزيوني. التمرين التدريب المهني الإعلامي بالنسبة لي ما كان وليدة ظرف، أو صار لي من سنة 2010 كنت مديرة مركز تدريب إعلامي في دبي، وأنا اشتغلت على كيفية نقل خبرتي، يعني خضعت لدورات لكيفية نقل خبرتي. يعني ليه ومع حبيتي تتجهي حول هالخطوة؟ نعم، نعم. لا يعني إذا بدك إنه العمل مع الكاميرا بالنسبة لي فيه متعة، إلا إنه كمان نقل خبرتك للآخر، للشاب، للجيل، الصبايا والشباب، كمان في متعة تانية إضافية، إنه ننقل ما تعلمناه من أساتذتنا اللي هن ضليعين باللغة وضليعين بالحوار وعندهم المقدرة على صقل المواهب وتنميتها، إنه ننقل هالتجربة للآخر. بالنسبة لي هيدا أمر جدير بأنه بالاهتمام، وبالتالي هيدي مهمة تانية. الفرق بينه وبين الإعلام أنه نعم. تطلعي على الكاميرا أو ما تطلعي، أنا بالنسبة لي الظهور على التلفزيون صار بالنسبة لي بظهر بلقاءات مثل اللقاء مع حضرتك، نعم. أو بالنسبة لي الشغل كمذيعة الآن بالنسبة لي يعني ما عاد هوسي أو رغبتي أو اللي بدك تسميه. نعم، شو هي الأخطاء الشائعة اللي بتشوفيها كارثية على الشاشات؟ في أخطاء كثيرة الحقيقة، نعم. لا تبدأ وتنتهي باللغة ولا تقتصر فقط على اللغة، يعني لا بل هي تتجاوز إلى الطلي، إلى الصوت، إلى مخارج الحروف، إلى الحوار التلفزيوني. يعني أنا لما بعطي كل هاي المواد
وانت خبرتي ذلك، نعم فبالتالي انك تعلمي الاخر انه يقدر يسمع للاخر، هي لحالها مهمة تانية. فن الاصغاء مسألة وخطأ كارثي بالاعلام، قليلين يلي بيسمعوا الآخر أو بيعطوه فرصة للآخر ليسمعوه. شو بدي خبرك؟ عم تعاني الظاهر من هالأشياء؟ لا مش عم عاني، هن مسؤولين عن حالهم، ولكن أنا بين إنك تطلي بشكل لائق على التلفزيون وبين إنك تطلي بشكل مبالغ فيه على الكاميرا، نعم. بالنسبة لي في مفصل حاد. يعني شو الفرق بين المذيع هيدي بالتدريب عنا نعم. بالصف، عم نشاهد نحن والمشاهدين هالصور، هيدي بالتدريب، بين انك تعرفيهم. نسيت عن شو كنت عم بحكي. كنا عم نحكي يعني عن الأخطاء. ايه انه الاخطاء كثيره عبر نعم. الشاشات. نعم. انا مع لا سامبليسيتي في لا بوتي، البساطه تصنع الجمال، بساطه بالحضور، بساطه بالطله، بالميك اب، بالاكسسوارز، بساطه بكل شيء. شوفي مذيعين فرنسا مثلا، بتلاقي انه بتشكي لوهلي انه يا ترى حاطين ميك اب ولا لا، بيكونوا حاطين الفونديشن الصح على الأد، ويمكن هن بيلامسوا المجتمعات الأوروبية رايحة إلى كتير بساطة، يعني يا دوب حمرة، يا دوب أشياء معينة، الحلق ما ضروري يكون مشنشل. بتتذكر شو حكينا؟ نعم. يعني يعني الأخطاء الشائعة هاي أخطاء كتيرة، صح، ناهيك عن الأخطاء اللغوية، هاي موضوع تاني، فتحة وضمة وكسرة وبلاس، إنه في أخطاء الكلمات يلي نقلتكن إياها كجدول. نعم. إنه لا يقال هيك، لا بل يقال هيك، يعني في عندك سلم من الأشياء. استفادة، إذا إجا لعند حضرتك شاب أو صبية منن يعني هن مش دارسين أعلام وعندن موهبة إعلامية، كيف أنت بتدربيهم؟ كيف ترشديهم؟ بتنصحيهم يفوتوا وهن مش دارسين هيدي المهنة؟ على كل حال، نحن شفنا نماذج بلبنان تحديدا، وما بعرف بالوطن العربي، بعتقد كمان إنه كان في كتير شخصيات نجحت وهي مش دارسة إعلام. نعم. إذا المهم إنه يكون عندها هيدا الطموح، هيدي الموهبة اللي تسقلها شوي شوي وتبنيها. لغتهم سليمة، نطقهم سليم، مخارج حروفهم صحيحة، شوي يكونوا بيقروا، مش شوي، كتير. يعني انت بتعرفي عندهم ثقافة واسعة، معرفة واسعة، والقراءة يعني اللي نحن كمجتمع عربي صارت القراءة مرتبطة بالآيباد وال السوشيال ميديا، السوشيال ميديا فقط، صح، لا غير. صح. فللأسف الكتاب هو خير جليس. طيب. وأنيس، وبالتالي المعرفة يجب أن تصقل للي تحديدا بدهم يشتغلوا بهالدومين وللإنسان بشكل عام. شو رأيك بالدخلاء على هالمهنة؟ يعني شو رأيك بهذه الظاهرة؟ الدخلاء كثر. كمان بحمل المسؤولية للجهات اللي بإيدها سلطة القرار. يعني لما أنا بدي أجيب عرضة أزياء تقدم برنامج فقط لأنه شكلها حلو، نعم، بدي أخذ نتاج ما أعمل،
وبالتالي سينعكس هذا سلبا على المجتمع وعلى المتلقي اللي الجهاز بيكون بإيده، الريموت كنترول سيد الموقف دائما. ست فاتن، إذا قعدنا اليوم وحضرنا تلفزيون، برأيك كم إعلامية بتقولي لها تفضل عندي لدربك؟ أوهو كتار نعم. للأسف. ببلاد الغرب الإعلاميين قد ما كبروا بالعمر يقسمهم، وإنه قد ما صار عندهم خبرة عريقة بيضلوا بيتمرنوا وبيتدربوا، بعكس عفوا، هي اسمها إعادة تأهيل. نعم. هلا تعي نعي أي مذيع عنده شوية حضور وصار اسمه معروف، قولي له تعمل دورة إعادة تأهيل، ما بدنا، ما بيعتبروا إنه هون وصلنا وخلاص وقفنا، وهيدا كتير خطأ وغلط. ست فاتن، حضرتك حاورت الكثير من الشخصيات السياسية الكبيرة، مين أكثر شخصية من يلي حاورتيهم حسيتي إنه الحوار معه صعب وهو الأذكى؟ ما بعرف إذا كان الأذكى، بس الحوار الصعب على الإطلاق نعم كان مع القذافي، نعم وكان عبر الساتلايت. كان هو الحوار الأصعب، لأنه يأتي إلى الحوار ليقول ما عنده، غير منصت لسؤالك. يعني بغض النظر، هو بده ياخذ الحوار على المحلات يلي هو يرتقيها. نعم ست فاتن، بنعرف انه بتربطك علاقه بالسيده فيروز، خبرينا اكثر شو اكتشفتي بس تعرفت عليها عن قرب. شو بدي خبرك؟ انه عن قرب السيده فيروز كتار بيسالوني، بتضحك نعم. بقول لهم انا ربما هي الأكثر سرعة بديهة، حاضرة الذهن ولماحة وسريعة البديهة ونكجية. بكفي هالقد. نعم ست فاتن، حضرتك امرأة قوية، اللي بيعرفك عن قرب بيعرف انه تجربة المرض اللي حضرتك مرقتي فيها، نعم. يعني شو بتخبري النساء اللي هلا عم يحضرونا عبر قناة مريم تي في، انه كيف بتحافظي على هالقوة بكل مراحل الوجع المرض؟ لك تجربتي الصحية علمتني الكثير. كنت بعز نجاحي وعطائي، نعم. وفجأة استيقظ عندي مرض نادر حملته بالجينات الوراثية، مرض بيصيب 1 على 1,000,000 إنسان. بس بالنسبة لي كان في فترة من عدم القبول لهذا المرض. يعني كنت دائما افتح حوار مع رب العالمين، اسألوا ليش انا. ولكن بعد فترة صرت اقول الحمد لله انه انا مش حدا من العائلة من اخواتي، لانه يمكن انا عندي المقدرة على استيعاب الامر. يعني احتضنت مرضي وتعاطيت معه انه يا انا يا هو. ست فاتن، شو نصيحة أخيرة بتعطيها لطلاب الأعلام اللي بيحبوا يكملوا يعني بهذا المجال؟ أول شيء يكونوا متأكدين انه هن أشخاص رح يكون لهم فاعلية بالمجتمع، وبناء عليه لازم تكون معرفتهم واسعة، قراءاتهم مستمرة. شو بدي اقول لك بعد؟ يتعبوا على اللغة تبعهم، اللغة العربية هاي لغتنا الأم، نحن أهل هاللغة ولازم نحافظ عليها، وبالتالي ينموا ذهنهم ويشوفوا الآخرين ونجاحات الآخرين. الإعلامية فاتن عزام، شكرا لك على حضورك معنا. شكرا لك لما، شكرا لمريم تي في،
بتمنى لك وبتمنى للمحطة دوام النجاح والتألق. يا رب يعطيكم العافية. شكرا لك.